جون ماسينيسا. نرجع لماسينيسا مدنا. بالنسبة لماسينيسا، ماسينيسا هو كان ضحية لتحالفات موجودة في شمال أفريقيا، لم يكن له حل. هو كان يعني حليف لقرطاج وحارب مع الجيش القرطاجي في إسبانيا. وعندما رجع هناك مؤتمر يسمى لارنكونتر دو سيجا، مؤتمر سيجا، هذه مدينة اسمها تاكمبريت اليوم بجنب عين تيموشنت، ولاية عين تيموشنت في الجزائر. أنا يعني حضرت في هو حتى الجزائر منقسمة إلى اثنين، الشرق يعتبر ماسينيسا ملك والغرب يعتبر سيفاكس هو الملك. وصارت مؤتمرات كبيرة جدا، هذه تهتم بسيفاكس والأخرى تهتم بماسينيس. قسنطينة تهتم بماسينيس والغرب الجزائري يهتم بسيفاكس. أنا حضرت في ملتقى في عين تيموشنت ومعي الأستاذ فانتر ومعي الأستاذ أحمد الفرجاوي، وحضرنا وكان الحديث عن هذا اللقاء المعروف، لقاء سيجا، هذا الذي حيكت فيه كل التحالفات أنذاك وتغيرت التحالفات في هذا اللقاء. وهذا اللقاء يعود لي سنة 206 قبل الميلاد، يعني قبل نهاية الحرب البونية الثانية، قبل معركة زما. قبل معركة زما إن وقعت سنرجع لهم بعد. ما حدث بالأساس هو أنه تغيرت التحالفات في هذا الوقت. التحالفات في العهد القديم على ماذا تقام؟ تقام على عملية المصارعة. حسب المصادر الرومانية يقولون أن أحد أعيان قرطاج ويسمى أزدريبال فيز دو جيسكون كانت له فتاة اسمها سوفونيسب، وعد بها ماسينيسا مقابل هذا التحالف بين يعني الخيالة النوميدية التي تساهم في الحرب مع القرطاجيين، والوعد بأنه يتزوج من سوفونيسب. في لقاء لحظة بركة سي فوزي، أنا كي نقرا في حروب قرطاج في شبه الجزيرة الإيطالية ديما اللي يعمل فارق الخيال الأمازيغ، الخيال النوميدي، النوميديين الأمازيغ محاربين قويين، هما اللي يلتفوا حول الجيش الروماني في معركة كان وفي هذا ما يحسب لحنبال. هو يعني لا يكفي فقط انه عندك خيال نوميدي لتنتصر، وانما عندك استراتيجي طبعا. لكن كان ما كان دورة مهم جدا دورة، وكان وقتها فما تحالف بين قرطاج ومملكة ماسينيسا. مملكة المصير هما الخيال اللي جابهم ماسينيسا. وشنو كان معناتها الثمن؟ معناتها كانوا بالفلوس؟ ما لا، هناك يعني هناك جيوش اخرى كانت معناها بالفلوس، ولكن يبدو انه في اطار يعني حسن الجوار بين قرطاج ومملكه المصيل، ثم هذا الوعد الذي يعني زواج ماسينيسا من هذه، هذا تذكره المصادر الرومانيه وخاصه تيتليف. واضح، وهي معاصره للاحداث؟ لا، غير معاصره للاحداث، بعيده برشا. بعيد تيتليف، بعيد يعني القرن الاول قبل ثلاثة قرون، يعني براسك الجزء الثاني من القرن الاول قبل الميلاد، يعني مع نهايه 150 سنه. وكتب عن مصادر اخرى. الوحيد القريب من الاحداث هو بوليب المؤرخ الاغريقي، يعني كان قريب من الاحداث، ولد سنه 200، يعني لم يحضر حتى على يعني معركة زاما، لم يحضر، وانما تحدث عنها. ونحن مجبرين في النهاية على اتباع هذه المصادر المتاحة الى عد الان، في انتظار اكتشافات اثرية ممكن تفند او تدعم ما نراه اليوم. خلنا نرجع بعد على قرطاج. نرجع لماسينيسا. المشكلة مشكلة الرونكونتر هذا بتاع سيجا في 206 هو اللي قلب التحالف. صار فيه شنو صار فيه؟ اللي صار فيه انه سيفاكس هذا الملك، ملك المازايسيل، يعني استدعى أزدروبال هذا من الأعيان القرطاجيين، مجلس الشيوخ القرطاجي، ووجود شيبيون الذي حارب حنبال في زمان قبل أن يصبح الأفريقي، لأنه هناك تصور أنه شيبيون الأفريقي هو أفريقي، لا، وإنما في اللغة اللاتينية أي جنرال يربح شعب يأخذ اسمه كسيرنا أفريكانوس ستادير فانكور ديز أفريكا، يعني قاهر الأفارقة. ما خذاش الصفة هذه إلا بعد معركة زاما، كان اسمه ثلاثي شيبيون انسيت سويت، يعني عنده ثلاثة أسماء لكن أسمح أفريكانوس بعد معركة زاما. تم اللقاء بين الثلاث أشخاص هذا في عاصمة الملك المازايسيل سيفاكس، وهنا هذا الشخص أزدروبال أخذ قرار بأنه يعني غير تحالفه عوض ماسينيسا أصبح حليفا لسيفاكس، وهذه الفتاة سوفونيسب عوض أن تكون لماسينيسا أصبحت لسيفاكس. معناتها مساهرة بدل التاريخ العالم. نعم، مساهرة، ما نعرفش في إطار المقابل أنه سيفاكس يكون
حليف لقرطاج. ربما قراءة أنه مملكة المزايسيلي مملكة مترامية الأطراف، أقوى من العدد، أقوى طبعا، أقوى ومترامية الأطراف، قلت لك تنطلق من جالما حتى الحدود المغربية الحالية. يعني ربما استراتيجيا قرأ هذا يعني السيد من أعيان قرطاج أصدريبال، قرأ أنه يعني التحالف مع سيفاكس يكون أجدى، فأعطاه هذه الفداد. يعني هنا ما عندوش من يأخذ